انا الاول اهلا بيكم. ايه انا دي الاول اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجنا التاسعه ونبدا فقراتنا وكل الكلام الرائع ده، لكن لازم 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 تبدا بمصر ام الدنيا، مصر اللي قد الدنيا، مصر اللي بتجمع وما تفرقش، مصر الكبيره العاليه. يعني ايه كبيره؟ يعني تتكبر على اي شيء ممكن يبقى صغير يعدي. مصر عاليه جدا، والكل لازم يبقى فاهم قيمة وطنه وقيمة بلده، ولازم تبقى فاهم 30/6 عملت لك ايه. 30/6 دي عملت لك كم مكتسبات غير طبيعي. انا اتذكر، والله بكلمك بجد، اتذكر كويس قوي اول ما حصل 30/6 سنة 2013 ثم بيان 3/7. اتذكر انه في دول وصفت اللي حصل بالانقلاب، ودول خدت قرار انها تجمد علاقتها بمصر، واتذكر الاتحاد الافريقي انذاك جمد عضوية مصر، واتذكر انه دول قادت حملات شديدة العنف السياسي او العنف الدبلوماسي، حملات ضروس لتوقيع عقوبات على مصر في الامم المتحدة. والله وعدت الأيام وهناك من صال وهناك من جال وهناك من أرغى وهناك من أزبد. وأتذكر هنا في أرغى وأزبد دي واحد اسمه سامي كمال. سامي ده بالمناسبة شعبطجي قطرات، يعني هو يشوف القطار السياسي بتصب مصلحته في أنهي جهة فيروح لها يعني. فأتذكر كويس جدا يا عم سامي يوم 31 أكتوبر بالتحديد 2018، أتذكر التغريدة بتاعتك يا سامي. ياه يا سمسم، ده تلاقي سمسم دلوقتي قاعد عمال بيشق في هدومه وبيلطم. والله العظيم ده بجد مش هزار، يعني بيشق هدومه وبيلطم. النهاردة كان يوم جيد جدا ويوم رائع للعروبة وللأمة العربية. استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم بقصر الاتحادية القاهرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر. اللقاء يا سادة شهد عقد مباحثات منفردة ما بين فخامة الرئيس وصاحب السمو، تالتها مباحثات موسعة وضمت وفود من البلدين. رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخيه سمو الأمير القطري ضيف كريم على مصر، مهنئا سيادته بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، وبيأكد أن هذه الزيارة تجسد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم وترسيخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات. من جانبه تقدم سمو الأمير تميم بن حمد بالشكر لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وبيتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وجهود مصر لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة اللي بتتبعها مصر بقيادة فخامة الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية. كمان أكد أمير دولة قطر حرص بلاده على استمرار الخطوات المتبادلة بهدف دفع وتعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي ما بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر، استغلال الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة، مثمنا في هذا الإطار إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية في دولة قطر،
وفي مختلف المجالات، وتم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كل المجالات، خصوصا في قطاعات الطاقة والزراعة، إلى جانب التعاون الاستثماري وتنشيط حركة التبادل التجاري ما بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بتعزيز تدفق كافة الاستثمارات القطرية إلى مصر في ضوء خدمتها للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. فيما يتعلق بقى بمستجدات القضية الفلسطينية، أشاد الأمير القطري بالجهود المصرية القائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، كما توافقت الرؤى بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام، وتم استعراض سبل التعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، فضلا طبعا عن أفاق التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ورحب الجانبين بالقمة المرتقبة اللي هتستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبحضور مصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية. زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر هي زيارة مهمة جدا جدا، وزيارة بتعكس إنه التوافق التام ما بين البلدين الشقيقين، الكل داخل الحاضنة العربية، الكل مرحب بيه تحت سماء القاهرة الساحرة. معانا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا يوسف بي، أهلا وسهلا يا فندم. سيادة السفير، كيف ترى زيارة الأمير القطري إلى القاهرة وشكل التعاون القائم ما بين البلدين، خصوصا مش بس في المجالات الاستثمارية ولكن أو التعاون الاقتصادي، ولكن في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب؟ يعني أنا أعتقد حضرتك أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير تميم أمير دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر بتفتح صفحة جديدة كلية في مسار العلاقات المصرية القطرية. هذه الزيارة وضعت خطة واضحة لتعزيز العلاقات بين البلدين في المستقبل. عظيم. وكافة القضايا التي نوقشت في القمة المصرية القطرية صباح اليوم كلها تتعلق بالمستقبل، سواء مستقبل العلاقات المصرية القطرية في كافة المجالات أو العمل العربي المشترك والتنسيق بين الدول العربية، أو كيفية التعاون فيما بين الدول العربية لمواجهة التغيرات الدولية، وبصفة خاصة الآثار السلبية أو التداعيات السلبية على الدول العربية المترتبة على المواجهة الغربية الروسية في أوكرانيا والتي تجسدها الحرب الأوكرانية. البيان المشترك الذي صدر عن القمة المصرية القطرية اليوم بيان شامل في مضامينه وعميق في معانيه، وبيعكس في تقدير المتواضع إرادة سياسية واضحة من جانب كل من القيادة السياسية في مصر والقيادة السياسية في قطر على تقوية وتوطيد العلاقات المصرية القطرية في كافة المجالات. هذه الزيارة تأتي في إطار مجموعة من الزيارات الهامة التي استضافتها مصر خلال الأسبوع الماضي، وشهدت فيها عدة قمم: القمة البحرينية، ثم القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، ثم زيارة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ثم زيارة سمو الأمير تميم أمير دولة قطر.
كل هذه المشاورات رفيعة المستوى التي استضافتها القاهرة كانت ترمي إلى تهيئة وإلى صياغة موقف عربي مشترك يتوجه به الزعماء العرب، القادة العرب الذين تم دعوتهم لحضور القمة العربية الخليجية الأمريكية التي ستستضيفها مدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 16 يوليو القادم، بناء على دعوة كريمة من المملكة العربية السعودية بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي. وهذه قمة تضم 9 دول عربية، 6 دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و3 دول مصر والأردن والعراق. سيجلس الزعماء والقادة العرب أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول لقاء في أول قمة عربية أمريكية منذ أن تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان رسمي في 14 يونيو الجاري عن الأجندة الأمريكية أمام هذه القمة الفريدة، ومن بينها قضايا هامة تمس المصالح والحقوق العربية. والملاحظ على هذا البيان الرسمي إنه لم يتضمن أي إشارات واضحة إلى القضية الفلسطينية، بل إنه مقابل ذلك تحدث عن أن الرئيس الأمريكي سيبحث مع الزعماء والقادة العرب، سيبحث معه ما يسمونه في الولايات المتحدة الأمريكية الاندماج الإقليمي. والاندماج الإقليمي، تعبير الاندماج الإقليمي، حتى تم استخدام كلمة to expand، توسيع الاندماج الإقليمي، المقصود بهذا التعبير هو المزيد من الاندماج لإسرائيل في المنظومة العربية أو في المنظومة الشرق أوسطية لو صح الكلام، ولا بس العربية؟ ممكن حضرتك برضو نقول شرق أوسطية، لكن كما تعلم حضرتك أن الاتفاقيات الإبراهيمية شملت المشرق وشملت المغرب العربي. لكن عموما حضرتك، من الأهمية بمكان، وهنا تأتي أهمية هذه المشاورات العربية رفيعة المستوى التي شاهدناها وتابعناها كلنا بكل اهتمام وتقدير في مصر خلال الأيام القليلة الماضية. تبرز أهمية بلورة أجندة عربية لتكون محل نقاش مع الرئيس الأمريكي. طيب سيد سفير، هنا عندي سؤال. بس اسمح لي. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. أخطر ما جاء في البيان الرسمي الأمريكي. أخطر ما جاء في البيان الرسمي الأمريكي الفقرة الأخيرة فيه، والفقرة الأخيرة فيه أشارت بوضوح لا لبس فيه أن الرئيس الأمريكي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور هذه القمة الفريدة في إطار الجهود وفي إطار الاستراتيجية الكونية الأمريكية في لإقامة تحالفات على امتداد العالم. وهنا أتصور وأعتقد وكل ثقة أن الزعماء والقادة العرب خلال قمتهم مع الرئيس الأمريكي سيؤكدون مجددا على استقلال القرار العربي. هايل. وإن الدول العربية حريصة كل الحرص على إقامة علاقات جيدة على أساس التفاهم والاحترام المتبادل بين القوى الدولية.
ولا شأن لها من قريب أو من بعيد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا شأن لها بالصراعات الحالية بين القوى الكبرى. وهنا يأتي أو تأتي الحرب الأوكرانية. كويس. الدول العربية ليست طرفا في هذه الحرب، والدول العربية ليست طرفا في المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي وروسيا. هذه هي المعاني التي أثق كل الثقة إن الدول العربية التي ستشارك في قمة جدة في الشهر المقبل ستؤكد عليها. ويلاحظ وأخيرا وليس بآخر، يلاحظ أن كل البيانات التي صدرت عن هذه القمم الهامة التي استضافتها جمهورية مصر العربية مؤخرا أنها ترحب بهذه القمة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. زيارة الأمير سمو الأمير تميم بتأتي في هذا الإطار الاستراتيجي الأوسع. هيل. طبعا كما تفضلت وأشرت حضرتك، كان في نصيب كبير في القمة المصرية القطرية للعلاقات الثنائية. طبعا. وواضح من المباحثات أن هناك إرادة مشتركة لتعظيم هذه العلاقات خدمة لمصالح الشعبين المصري والقطري، وبصفة شخصية بحتة أشعر بسعادة بالغة بوجود سمو الأمير تميم في وطنه الثاني مصر، لأنه العلاقات المصرية القطرية في صورتها الجديدة وهي بتعمل على صياغة مستقبل أرحب لتلك العلاقات بتصب لصالح أولا العمل العربي المشترك طبعا، وثانيا لتقوية العلاقات المصرية الخليجية، وثالثا هي إسهاما كبيرا في الأمن القومي العربي. أنا كنت عايز نقعد نتكلم كلام كتير يا سعادة السفير، بس أنا عارف إنه على التليفون فيه يعني إيه بتبقى دايما الأمور مش ظابطة، فأنا أستأذن في إنه في يعني وقت ما حضرتك يسمح تنورنا داخل الاستوديو، لأن أنا عندي أسئلة كتير جدا جدا، وكما تعلم أنا أحب دايما إن إحنا نلتقي على مائدة الحوار حتى نستزيد من كلام حضرتك سعادة السفير. يسعدني يا يوسف بيه، يسعدني وفي أي وقت حضرتك في اي وقت انا تحت امرك. لا يا فندم، احنا نتشرف كل الشكر لسياده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. في عجاله يا ساده يا كرام، الموقف العربي بالزياره الاخيره او القمه اللي حصلت في القاهره ما بين سمو الامير تميم امير قطر وما بين فخامه رئيس الجمهوريه سيد عبد الفتاح السيسي، في النهايه خلص بتصب في صالح ايه؟ بتصب في صالح موقف عربي موحد. ان حصل في مسألة إنه عندنا القمة الخليجية العربية الأمريكية، وإن كان هو ده كده كده هيحصل، هناك حديث عن تحالفات كبيرة على مستوى العالم وتتم فيها اتساع الدوائر الحيوية، لما بتحصل المناقشة في ظل موقف عربي موحد ثق إن أنت هتطلع كسبان، خصوصا إنه الموقف العربي في قوامه العام بتخطي كل التباينات، هو يبحث عن حل نهائي لأزمة الصراع العربي الصهيوني في المنطقة قائمة على مبدأ حل الدولتين. كويس؟ عشان إيه؟ لا يؤول الكلام ولا تقفز إلى نتائج، قائمة على حل الدولتين. أنا عايزك بس تتذكر مفيش كلمة قالها رئيس جمهوريتنا خالص، مش بقولك بس في إطار الوعد، كلمة في الصعيد السياسي إلا وسعى جاهدا حتى تتحقق. الريس بدل المرة قالها كذا مرة، ومنها في قصر القبة وهو يوم الاحتفال بتوليه رئيسا للجمهورية سنة 2014 زي ما حضراتكم تتذكروا، قال في كلمته الرسمية ان هو يعمل على حل نهائي لقضية الصراع الصهيوني العربي الصهيوني في المنطقة، على مبدأ حل الدولتين، على ان تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. ده بوضوح تام. هل في مرة حضرتك سمعت الرئيس قال غير كده؟ لا. هل في مرة شفت خطوات الرئيس والمؤسسات والأجهزة التي تعمل حول الرئيس بتعمل بعيدا عن كده؟ برضو لا. فأنا أطمئنك بأنه واحد العرب عندهم موقف واحد، اتنين
المبدأ في مسألة الصراع واحد، ثلاثة اتساع الدائرة الحيوية العربية، أربعة العرب غير منحازين وكأنها أقرب إلى كتلة عدم الانحياز زمان لو تفتكروا لما أسسها عبد الناصر وتيتو ونهرو، حاجة أقرب إلى ذلك ولكنها أشمل أوسع في ظني المتواضع، وأرجو أنه محدش يتضايق من إخواننا وأصدقائنا الناصريين، هي أكثر رسوخا بكتير، لأنها قايمة هنا على إيه؟ مش قايمة بس على سياسة، هي قايمة على سياسة واقتصاد، مصالح مشتركة متعلقة بهذه الأمة، سياسة واقتصاد، اقتصاد يكون كمان أحيانا قبل السياسة في بعض الأحوال. على كل، خليني من هنا وإحنا بنتكلم على هذا الصراع وعلى هذا التاريخ تشوف شمال سيناء وهي بتودع شيخ مجاهديها رحمة الله عليه الشيخ حسن علي خلف الخلفات، واحد من أبرز وجوه النضال الوطني على أرض سيناء ضد الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء. دي صورة المرحوم رحمة الله عليه شيخ المجاهدين السيناوية، ودع هذه الدنيا وإنما تبقى ذكراه ويبقى اسمه طول الوقت محفور في الأذهان، مش بس محفور في أذهان إخواتنا في سيناء، ولكن يفضل الشيخ حسن خلف اسمه وصورته محفورة في ذهن المصريين بحروف من نور في لوحة كبيرة تضم أسماء رموز الكفاح الوطني في وجه العدو وفي وجه أي عدو وفي وجه أي محتل. مصر ولا مرة سابت حقها، ولا مرة. شيخ حسن خلف عاش شبابه كله منخرط في صفوف الدفاع عن الوطن. إسرائيل قبضت عليه واتحكم عليه بالسجن بحكم 149 سنة، قال لك بتهمة القتل والتنقل ما بين الضفتين عند قناة السويس بدون تصريح. وواجه القاضي الإسرائيلي في المحكمة ورد على الحكم وقال له إنكم من قتلتم الأطفال في بحر البقر بينما نحن نقاتل محتلين. خرج من السجون الإسرائيلية في اتفاق لتبادل الأسرى، وأصبح من وقتها صاحب دور اجتماعي شديد الأهمية والبروز في الإصلاح ما بين الناس، وأعلن وقوفه مع الدولة مصر في الحرب على الإرهاب، وفقد أحد أبنائه رحمة الله عليه نحتسبه عند الله شهيد، وبقى صامد يحافظ على المبدأ حتى الوفاة. عشان كده الاسم هيفضل محفور في الأذهان المصرية وفي ذهن التاريخ، هيبقى هذا الاسم مخلد. الله يرحمه، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، الشيخ حسن خلف شيخ المجاهدين في سيناء. على صعيد آخر، الجهاد لا يتوقف، فهناك الجهاد لأجل تحرير الأوطان وتحرير العقول مش الأفف. مهم هرجعك يعني، في بقى جهاد العمل اللي هو حي على الفلاح، تشتغل وتسعى وتتعب. النهارده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان موجود في محافظة الغربية بيتابع المشروعات بتاعة حياة كريمة هناك في المحافظة، وبيشوف ايه اللي بيجرى ومعدلات التنفيذ عاملة ازاي. معانا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب الحضري منسق مبادرة حياة كريمة بالمكتب الفني بمحافظة الغربية. اهلا 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 وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين لحضرتك. اهلا بالناس الحلوه اللي قاعده عماله بتشتغل علشان نفرح كل مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. قول لي بقى ايه الاخبار عندكم في الغربيه؟ طمنا وفرحنا. الحمد لله رب العالمين. انت عارف حضرتك ان احنا مبادره حياه كريمه، وزي ما سيادتك قلت في المقدمه ان السيد رئيس الجمهوريه لما بيقول كلمه لازم يحققها. احنا النهارده عندنا في محافظه الغربيه ملحمه كبيره جدا بتحصل داخل مركز زفتة اللي كان هو عندنا المرحلة الأولى لانطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة. مركز زفتة عندنا فيه 54 قرية و 88 تابع. ال 54 قرية كان عندنا منهم 16 قرية محرومين نهائيا من خدمات الصرف الصحي. ومع انطلاق المبادرة في شهر مارس في العام الماضي الحمد لله تم تصميم كافة شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد علشان يتم خدمة ال 16 قرية بالكامل. والحمد لله احنا النهارده نسب تنفيذ تجاوزت 70% و80%
وان شاء الله في القريب العاجل هتدخل خدمه الصرف الصحي ل 16 قريه. بالتوازي مع 16 قريه اللي كانوا محرومين من خدمات الصرف الصحي وتوصيات السيد رئيس الجمهوريه ان كل مواطن لازم يحصل على كافه الخدمات والمرافق، كان عندنا 38 قريه مخدومين بخدمات الصرف الصحي، لكن نظرا لظهور الكتل السكنيه خارج الاحوزه العمرانيه، الكتل السكنيه دي كانت محرومه من خدمات الصرف الصحي. مع انطلاق المبادره بدانا نعمل خطط مد وتدعيم وملحمه كبيره جدا وتنسيق كامل ما بين الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي وشركه مياه الشرب والصرف الصحي علشان نعمل خطط مد وتدعيم وتغيير لشبكات الصرف الصحي المتهالكه ونوصل خدمه الصرف الصحي لكل اهالينا داخل قرى الريف المصري. ده بالنسبه دي القطاعات الخاصه بالصرف الصحي. مياه الشرب كان عندنا في مشاكل في شبكات المياه والكتل السكنيه خارج الاحوزه العمرانيه اللي كانت محرومه من مياه الشرب. مع المبادره الحمد لله عملنا خطط مد وتدعيم لمياه الشرب، وصلنا مياه الشرب لكل اهالينا داخل القرى الموجوده عندنا داخل مركز زفت. بالنسبه للغاز الطبيعي احنا كان عندنا 54 قريه داخل مركز زفته محرومين بالكامل من الغاز الطبيعي. الحمد لله احنا النهارده شغالين في 50 قريه، اعمال الغاز بتتم في جميع القرى داخل مركز زفته. انهينا خدمه 7 قرى بالغاز الطبيعي، وعندنا منازل دلوقتي الحمد لله بتشتغل بالغاز الطبيعي. المشاكل اللي كنا بنشوفها سيادتك قبل كده من خناقات المواطنين وتكدساتهم على مستودعات اسطوانات الغاز، الحمد لله كل المشاكل دي بدات تقل وما عادش عندنا مشكله في الغاز الطبيعي، نظرا لان الغاز دلوقتي بقى موجود وبسهوله في المنازل الخاصه بالاسر المصريه. كمان عندنا الخدمة الكبيرة والتوجه الجديد للدولة والتحول الرقمي والرقمنة. الحمد لله احنا على مستوى ال 54 قرية داخل مركز زفتة كان عندنا تخطيط لكل القرى ان احنا نغير الكابلات النحاسية الخاصة بالاتصالات عشان سرعات النت الفائقة، والحمد لله احنا شغالين دلوقتي بنعمل تغيير للكابلات النحاسية وبنحولها لكابلات فايبر اوبتكس علشان نقدم الخدمات فائقة السرعة للانترنت والتحول الرقمي. كمان عندنا المنظومه الخاصه بالفلاح المصري والمشاكل اللي كان بيواجهها في نهايات الترع، ان المايه ما كانتش بتوصل بسهوله، وكمان ان المايه كان في هدر كبير جدا بيحصل في المايه والتلوث الموجود عندنا في الترع المصريه. الحمد لله مع انطلاق مشروع حياه كريمه احنا شغالين دلوقتي في 34 مشروع علشان نبطن الترع كلها داخل مركز زفته، وكل القرى اللي الترع موجوده فيها يتم تبطينها ونحافظ على المورد المائي والمياه توصل بسهوله لكل المزارعين في نهايات الترع عشان يبقاش في عندنا مشاكل في المورد المائي. بالنسبه لقطاعات التربيه والتعليم احنا الحمد لله احنا عندنا 84 مشروع خاص بمشروعات التربيه والتعليم، ما بين انشاء مدارس جديده وانشاء اجنحه داخل المدارس علشان نفك الكثافات. ويمكن النهارده دوله رئيس الوزراء شرفنا في قريه نهطاي وشفنا المجمع المدارس اللي بيتم انشائه داخل قريه نهطاي، مجمع كبير جدا 54 فصل، ان شاء الله كل الكثافات الطلابيه والفترات المسائيه اللي كنا بنشوفها قبل كده مش هتبقى موجوده عندنا الفتره القادمه لما ندخل ال 54 فصل الخدمه ان شاء الله. كمان عندنا منظومه كبيره جدا في التربيه والتعليم ان احنا كل المدارس يتم صيانتها ورفع كفائتها عشان الطالب يبقى مرتاح وهو موجود داخل المدرسه. قطاعات الصحه الحمد لله عندنا 24 مشروع خاص بمشروعات الصحه. تعرف حضرتك ان الدوله دلوقتي بتتوجه الى التامين الصحي الشامل والمنظومه الجديده في التامين الصحي، فاحنا كانت محافظه الغربيه ما كانتش في المرحله الاولى اللي انطلقت في منظومه التامين الصحي الشامل، لكن احنا ان شاء الله بنستعد لمنظومه التامين الصحي الشامل بالبنيه التحتيه الخاصه بالوحدات الصحيه ومراكز طب الاسره. بيتم انشاء 17 وحده صحيه ومركز طب اسره علشان لما محافظه الغربيه تخش منظومه التامين الصحي الشامل يبقى احنا مستعدين وجاهزين بالوحدات الصحيه. طب ده احنا كده بقى عبد الوهاب ما شاء الله حياه كريمه شغاله في كل القطاعات، يعني لم تترك قطاع الا واشتغلت عليه. خليني الاول اشكرك جدا 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 على هذا الشرح الوافي لما يحدث او لما حدث حتى هذه اللحظه عندكم في الغربيه. كل الشكر اولا للاستاذ عبد الوهاب الحضري منسق مبادره حياه كريمه بالمكتب الفني بمحافظه الغربيه، حاجه اكتر من رائعه، مفيش حاجة إلا واشتغلنا عليها. بالمناسبة أنت لو دخلت على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية هتكتشف حاجات لطيفة قوي. يعني مثلا هتكتشف أنه أنت عارف طبعا أن احنا مفترض أن احنا عارفين أن احنا بدأنا حاجة اسمها صرف صحي في مصر
تقريبا في العشرية الأولى من القرن العشرين، يعني تقريبا من حوالي 110 سنة. كويس؟ طيب قعدنا تقريبا 102 سنة حجم تغطية الصرف الصحي على إجمالي عموم الجمهورية لا يتعدى 11%. 102 سنة ما غطيناش غير 11%. طيب تيجي تقولي بقى وفي الثمان سنين بتوعكوا دول بتوع 30/6 عملت ايه؟ اقول لك لا والله ايه، حاجة بسيطة خالص، يعني رفعناها تقريبا ل 45%. ده في اللحظة اللي انا بكلمك فيها واحنا واقفين كده مع بعض. حلو، انت متصور انه بعد ما تخلص او بعد ما ننتهي من اخر يوم في اخر مرحلة لمبادرة حياة كريمة هيبقى تغطية الصرف الصحي ايه؟ ايوه 100%. طيب ده معناها انه 8 زائد 3 قول 4 من عندي، يبقى 12 سنة تكون انجزت 89% من اللي ما كانش معمول، يعني 102 سنة تعمل 11%، وبالكتير في 12 سنة تكون عملت 89%. تفتكر ده معناه ايه؟ اقول لك فكر فيها بالراحة وخش على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية للمزيد من الاطلاع. فاصل ونرجع نكمل الكلام، عايز افرجكم على صور حلوة جدا للمشايخ الكبار بتوعنا بتوع زمان. اه والله، هم واسرهم، زوجاتهم وبناتهم الفضليات. نشوف بعد الفاصل. نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 15 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. معقول يا جماعة ما حدش دخل على الأكاونت بتاع سامي كمال لحد دلوقتي؟ عايز أشوفه بيتوت يقول إيه. والله العظيم لا أنسى التغريدة بتاعته 31 أكتوبر 2018، لا أنساها. أخبارك يا سمسم؟ ياه. لا المهم إن سامي كان عامل نفسه مفكر وشقي وبتاع، بس مش ده قصتنا دلوقتي. خلونا في نجوم التاسعة، دي حاجة أحلى. وبعد ما نتكلم شوية عن نجوم التاسعة لازم أفرجكم على الصور. أيوة، صور بتاعة المشايخ بتوعنا. نجوم التاسعة زي ما حضراتكم كنا بنتكلم خلال الأسابيع الماضية إنه إحنا بنتكلم على أكبر وأهم وأعمق مسابقة لاكتشاف المواهب في مصر. طيب المواهب دي في أي مجالات؟ الشعر موهبة، أهلا وسهلا، عايزين نسمع بجد مش هزار. الغنى، عايزين نسمع غنى بجد، غنى حلو. القصة القصيرة، طيب قلنا يا جماعة احنا بالمناسبة هنفضل كده بنستقبل الفيديوهات بتاعت حضراتكم او البي دي افز بتاعت حضراتكم. قلنا لكم يا جماعة مثلا في الغنى فيبقى مدته بالكتير دقيقتين، اما القصة القصيرة فيبقى بي دي اف، وهكذا. فحضراتكم احنا مستنيينكم لحد يوم 15/7. لحد يوم ايه؟ 15/7. طيب ما تيجوا مع بعض انا وحضراتكم وغيرنا نشوف بعض النماذج للمواهب اللي بعتت لنا. بالمناسبة احنا اتبعت لنا عدد كبير جدا من المواهب. ليه؟ هي مصر طول الوقت كده مليانة ناس، مليانة ناس تكتب احلى شعر، ومليانة ناس تقول احلى غنى واجمل قوالة، ومليانة ناس تكتب اجمل قصص قصيرة تعبر عن لحظات وتعبر عن لمحات وما الى ذلك، بتعدي على الناس العادية اللي زي حالاتي في حياتنا نولا ان يلتفت ليها الى ان يلتفت ليها اديب.
في يوم من الأيام هو النهاردة يبقى موهبة في القصة القصيرة، بكرة ممكن يبقى زي الدكتور يوسف إدريس الله يرحمه على سبيل المثال. تعالوا نشوف مع بعض كده نماذج لبعض المواهب الكتير جدا اللي جات لنا ونتابعها مع بعض لعلكم تفهموا احنا قصدنا ايه أكتر وأكتر. لازلنا زي ما بقول لكم منتظرين انكم تبعتوا لنا لحد يوم 15، الباب هيتقفل يوم 15/7 يعني الساعة 12 بالليل يوم 14 بقى، صح كده ولا ايه؟ يبقى ده كده بخ، كل سنة واحنا طيبين. هنبدأ بعد كده بقى عمليات ايه؟ الفرز والفلترة والتنقيح إلى آخره. تعالوا مع بعض نشوف شوية. ليا شمويك يا جميل إن بحت السر تسونه، مكتوب عليا حب وميل وحبيبي وحشان عيون. يا ترى يردك من بعد ما جيتك اخدك نصير وسند ليا تخلف رجائي فيك. انا يلي حبيتك من كتر ما تحبك هي. ساندني في وقت الميل يا شايلني في وقت الناس مش بتشيل، الكل ساب وانت يا صاحبي انتبهت، الكل كان بيجرح فيا وانت تداوي في جرحي وتخيط. ابصم لك يا صاحبي وبالعشرة لو لفيت الدنيا مش هلاقي زيك يصوم عشرة. لا اخشى عليكم فقرا ابدا من بعدي، لكني اخشى عليكم من تيه الدنيا. من لزم صلاتي فلن يشعر حقا بعدي، بنساء الأمة أوصيكم دوما خيرا. طيب بصوا بقى مبدئيا يعني هتيجي حق لو جيت سألتني قلت لي فين القصة القصيرة أقول لك يا مولانا القصة القصيرة PDF، فمش هنقعد نقرأ حضرتك قصة قصيرة دلوقتي على الهوا. عمر آخر واحد بالمناسبة عجبني بقى في إيه، أنا عايزه يبعت تاني وعايزك تظبط القوالة يا عم عمر. يعني مش المفترض أن أنا أقول لك كده، أنا هغششك بقى. أولا عايزين بس نفهم الناس أنه دي قصيدة للدكتور محمود طلعت وكان غناها الشيخ مشاري راشد. عجبني بقى في إيه في عمر؟ إنه خرج بره المألوف، كله بيغني هو قرر إنه يقول هذه القصيدة، وقصيدة بقى إيه جميلة كده ظريفة لطيفة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو انطلاقا خد بالك القصيدة انطلاقا من كلام الرسول ومن وصاياه للناس وما إلى ذلك. فعجبني جدا إنه طلع بره المألوف، حلوة منك عمر من إسماعيلية، الإسماعيلية دايما شطار، بس أنا عايزك تظبط القوالة أكتر. ده على سبيل المثال حنين بتغني من غير ما تقلد فايزة أحمد، وده جيد وعاملة جو برضو وإضاءة وحاجات زي كده. باسم لازم يظبط القوالة أكتر، هو طبعا حط إفاكت وعمل ريفيرب وجو عالي يعني، بس أظبط القوالة أكتر. خلاصة الكلام يا جماعة استنوا، فيه كمان بنوتة اللي كانت بتقول الشعر بالعامية دي من عندنا في الصعيد صح؟
بس عايز افتكر كده اظن سوهاج 100 100 100 فل. انا عايز اسمع حاجه تانية من المنيا. من المنيا اسمها ايه يا اولاد؟ عشان انا بقيت جونيور ملاك ابراهيم. حلو، انا انبسط جدا لما بسمع شعر باللغه العاميه جدا جدا جدا. في النهايه لغوتنا بتاعتنا مصر، صح؟ طيب انا عايز تانية يا جونيور، يعني عايز قصيده تانية. انا عايز تديلي قصيده تانية واطول من كده شويه. هل دي من ضمن الشروط؟ لا اطلاقا. يعني هل ده معناه انها داخله؟ يعني هل الناس اللي معانا دي كده دخلت معانا النهائي؟ برضو لسه، ده كل ده لسه اللجنه ما عملتش بقى الشغل اللي هو ايه، اوعى فرتكه. لسه احنا كل ده لسه بنستقبل اللي حضراتكم بتبعته لنا على الصفحه بتاعتنا التاسعه. فانا ادعوكم للمزيد من الارسال، قصه قصيره، شعر فصحى او عاميه، اهلا وسهلا. واللي يكتب فصحى يخلي باله عشان الفصحى مش سهله خالص، لغة عربية تبقى مظبوطة، وانت لما هتيجي تلقيها هتلقيها بالـ بالـ بالتشكيل بتاعها. شعر العامية نصيحتي بقى، شعر العامية بالذات فلسفة، فلازم يبقى في عندك فلسفة ما في القصيدة اللي حضرتك كاتبها. يعني لو جيت قريت رباعيات صلاح جاهين، او جيت قريت قصائد فؤاد حداد، او انت هتلاقي ايه، في فلسفة في الكلام، مش مجرد كلام موزون ومقفى. فخدوا بالكم. هرجعك على الصور. الصور احنا هنعرضها على حضراتكم هي صور لزوجات او شقيقات او لبنات المشايخ الكبار. ده انا هفاجئك، اخت حسن البنا او النعمه، اخت حسن البنا، محمد حسن البنا وجمال حسن البنا، اختهم فوزيه. لازم تشوف صوره الست فوزيه وهي واقفة بتتصور بدون حجاب. بص تعال ناخد الصور كده واحدة واحدة عشان أقول لك الصور دي صور مين، وأقول لك أنا عايز أقول لك إيه من ورا كل هذه الصور. ده دي الصورة دي أظن، أنا مش شايف قوي بس أظن دي الصورة بتاعت ابنة الشيخ الغزالي لو أنا شايف مظبوط، مش شايف من بعيد يعني. ده على سبيل المثال للحصر. أنت في الصور دي هتشوف فوزية حسن البنا، في الصور دي هتشوف أسرة مولانا الشيخ شعيشع، هتشوف أسرة النقشبندي يا عيني، هتشوف أسرة الشيخ مصطفى اسماعيل، هتشوف أسرة الشيخ محمود البنا، ده ملوش علاقة بالبنا التانيين، هتشوف أسرة الشيخ الباقوري الثائر تحت العمامة، هتشوف أسرة الشيخ الغزالي وفرح بنته. إن وجدت فيهم سيدة أو فتاة فاضلة واحدة ترتدي الحجاب النبي لا تقول لي. طيب وانت بتتفرج على الـ 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 الصور دي، دي كلية الدراسات الإسلامية، خد بالك دي كلية الدراسات الإسلامية بنات. حضرتك شايف البنات الفضليات قاعدين ازاي؟ مفيش تقريبا حد محجب. طيب هل ده معناه ان انا بقول لك لا للحجاب اطلاقا اطلاقا بالكليه اطلاقا؟ دي الحريه الشخصيه بتاعه البنت او السيده. هي حره عايزه تتحجب، هي حره مش عايزه تتحجب، هي حره. ده مولانا البقوري، وده عالم عظيم، فقيه عظيم، دعاء العالم والعلامة والعلامة، ده مولانا الشيخ البقوري. طيب ودي بنته بالمناسبة. هتيجي تاخدني في قصة الحجاب فريضة ولا الحجاب مش فريضة؟ أقول لك ماليش فيه، مش أنا، المشايخ الفقهاء الكبار قوي هم اللي يقولوا، مش الأفف. الأفف دي قصص تانية، الشيوخ الأفف أو شيوخ القفف دول قصة تانية، دول شيوخ زرفني تعرفني، ده موضوع تاني. لكن أنا بقول لك الكبار، الحجاب فريضة من عدمه مش يوسف اللي يقول ولا أي حد من زمايلي، مهما كان أهم مذيع في الدنيا كلها، مش هقول لك في مصر وفي المنطقة العربية، دي شغلانة الشيوخ الكبار اللي هيقعدوا ويفسروا ويفكروا ويقولوا ويفهمونا. طيب لكن اللي أنا عايز أقوله لسيادتك إنه الحجاب عمره ما كان عنوان الفضيلة
أو على غير الفضيلة. يعني مش المحجبة فاضلة وغير المحجبة غير فاضلة، مش المحجبة خلوقة وغير المحجبة غير خلوقة، مش المحجبة متدينة وغير المحجبة تبقى غير متدينة. كذب بواح. أنا مرة حكيت لكم، أنا جدي لوالدتي شيخ عالم من علماء الأزهر الشريف، حاصل على درجة العالمية اللي هي موازية في التعليم العادي، كان وقتها الدكتوراه، ما كانتش لسه حتى على أيام جدي، كان لسه في جامعة القاهرة ولا حتى جامعة فؤاد الأول. حلو، جدي ده راجل مواليد نهايات القرن التسعتاشر يعني، الله يرحمه، أنا حتى ما لحقتش أشوفه يعني، توفي عام 1968. فجدي الشيخ عبد الوهاب لا زوجته الحاجة فتحية كانت، خد بالك، الحاجة فتحية ما كانتش محجبة، وبناته الاثنين بما فيهم أمي ما كانوش محجبات. كويس؟ وده إيه؟ عملوا بدل الحج مرة واثنين وثلاثة، وبدل العمرة مرة واثنين وثلاثة إلى آخره، ومش محجبات ولا حاجة. لما تيجي تشوف حضرتك دلوقتي الصور دي بتاعت ستينيات وخمسينيات وأربعينيات وثلاثينيات القرن العشرين لزوجات وبنات المشايخ الكبار دول ومش محجبات، تقول لي ايه؟ ما نقعدش نفتي بقى، مره يطلع لي الشيخ ابو قفة ومره يطلع لي الشيخ ابو قلة، ده كلام فارغ، والمراد منه هو تفتيت المجتمع وفقدان ثقته بنفسه وتأجيج الفتن والتحريض عليها. او النبي. بالمناسبة، انتوا سمعتوا الحاجة الحلوة والزغاريد والطبول من المئات من جيران الطفلة رؤية؟ رؤية بنتنا مريضة بضمور العضلات في اسكندرية، ورؤية كانت محتاجة العلاج، والعلاج زي ما احنا عارفين في الحالة دي 45 مليون جنيه، حقنة مذهلة مذهلة. فرؤية الحمد لله والشكر لله تم جمع المبلغ ليها. احنا معانا على التليفون نورهان محمد والدة رؤية. ازيك يا مدام نورهان؟ طيب الخط قطع مع مدام نورهان. احنا معانا على التليفون نجمتنا الرائعة، احبها جدا واحترمها جدا جدا جدا، الفنانة والنجمة الكبيرة وفاء عامر، والمرة دي في موقف انساني وهي تساند رقية. ازاي حضرتك؟ مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازيك؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله، ومبروك ان احنا قدرنا نعمل حاجه لطفله فعلا لا حول لها ولا قوه، وده عشم كبير جدا كان في يعني فينا كلنا، يعني فينا كلنا كاسره عربيه واحده، سواء مصريين من جوه مصر او خارج مصر. والله أنا فرحان طبعا لرؤية مما لا شك فيه، بس أنا فرحان أكتر بإزاي فنانين كبار ونجوم كبار زي وفاء عامر طول الوقت قاعدين مشغولين بالناس، بالبني أدمين، بالإنسان، يساند ويشجع ويحاول ويمشي مع المشوار لحد آخره. فأولا أشكرك، ثانيا هسألك إلى أي مدى مساندة النجوم الكبار بتبقى مهمة في الحالات دي؟ بص انا هقول لك على حاجه، مش جديد على ممثلين او على فنانين انهم يبقى لهم مشاركات مجتمعيه من قديم، من اول ما كان في فن في مصر، وكان في فنانه تحيه كاريوكا، الفنانه سميه احمد، فنانه فاتن حمامه، نجيب الريحاني مع حفظ الالقاب، استاذ يوسف بيه وهبي، كل الناس دول كان لهم ادوار مجتمعيه وادوار سياسيه كبيره جدا في المساندات سواء للمجتمع او للجيش او للدوله. صحيح. ده حاجه، الحاجه الثانيه اللي انا عايزه اقولها ان الحقيقه في ناس وفي جنود غيري، انا انضميت في اخر ثلاث ايام. يعني انا من ثلاث ايام انا كنت بسمع عن موضوع رقية، ولدرجه اني كنت بقول في مستحيل دول 40 مليون، يعني لو عملنا ايه؟ يعني تفتكروا ممكن نقدر؟ طلع نقدر. يعني اللي ابتدى الموضوع الفريق بتاع محمد ونس، انا ما قلتش اسمه لكن انا اسمع عنه، وهو شخص محترم جدا،
وكان برضو صاحب مبادرة كبيرة جدا في الحكاية. في حسين الجندي وفي وحسين الجوهري. في ولاد كتير قوي ومنهم ابني كمان انضم في اخر ثلاث ايام. في القيصر يوتيوبر ولد في منتهى الاخلاق العاليه. في ناس فيها دير دي في ايتن عامر نزلت على الصفحه. في العوضي نزل على صفحته. في ميزي نزل على صفحته. في زملائي كتير جدا نزلوا. لكن انا كنت محظوظه ان الوطن كلموني وانا كنت صاحيه الصبح بدري وكان الرقم واقف عند 23 مليون وشويه. فقلت اعمل اللي عليا لو حتى بثلاث لايك يعني يمكن اكون هنزق زقه مين عارف. مش مهم مين عمل، المهم انه اتعمل صح. فما حدش يتضايق وما حدش يزعل وكلنا نقول يا رب وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. انا مش بتاعه عمل مجتمعي دائم لان انا مش متفرغه طبعا. لكن في ناس فعلا بتعمل ده لازم المسانده. انا صاحبه مقترح دلوقتي انا هقوله، في زي رقية كتير صح، مش كتير جايز معروفين، لكن في مرضى ضمور العضلات لازم يتضم للمبادرة مع الحبل الشوكي ويتعمل له صندوق في تحيا مصر. وتاني تاني وثالث ورابع هقول ان صندوق تحيا مصر معافى من الضرائب. يعني لما نيجي ندفع 100 جنيه هتوصل ل 100 جنيه كاملة للمستحق وعليه رقابة سواء من وزارة الصحة أو من وزارة التضامن أو من رئاسة الجمهورية. والثلاثة دول كانوا داعمين أساسي منذ بداية الحكاية. وحكاية رقية متابعة جيدة جدا جدا من رئاسة الجمهورية صحيح. وأنا ما قبلتش أني أعمل العمل ده وأني أقعد معهم لمدة يومين على اللايف وجمعنا بقية المبلغ في 17 ساعة بمساعدة برضو الناس اللي أنا قلت أسمائهم، وعفوا لو كنت نسيت حد، إلا يعني أنا كنت سبب، يعني أنا كنت أحد الأسباب في التسريع بالحكاية. أنا نفسي جدا الصندوق ده يتعمل، ونفسي جدا يفضل الصندوق ده موجود لرعاية الحالات الحرجة والمستعصية والصعبة، ومش بس ينضم له بس ولادنا في مصر، لا يبقى الوطن العربي كله. يعني لو في حد عنده حالة والحالة دي تتعالج في مصر يجي مصر. لو الحقنة دي مع الأجهزة التعويضية يا يوسف أيوه. الأجهزة التعويضية مش موجودة وغالية جدا جدا. لو تكاتفنا كلنا واتعملت الحملة دي على مستوى العالم العربي كله مش هيبقى عندنا حد متألم. والله زي ما في جمعيات للداون سندروم والمجموعات كتير جدا جدا في الوطن العربي، احنا نقدر وهنقدر. وفيها حاجة حلوة قوي يا يوسف، قوي 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 قوي. الله ينور عليكي في كل كلمة قلتيها والله. أنا أتمنى أن سيادة الرئيس يا رب يا رب هو اللي يحط ايده معانا، وانا متاكده ان هو اب وانسان وهيؤمر باذن الله تعالى بالصندوق ده انه يتعمل، وهنفضل فيه وهنفضل معاه وداعمين. انا ماليش في العمل العام ومش ماليش في مناصب ولا ليا في اي حاجه، انا ممثله كان ليا دور، وفي اي وقت بلدي هتناديني او هتناديني حاله انسانيه هنزل بدون مقابل وباللي هقدر عليه هعمل. اللي بتقوليه ده اكتر من رائع، وتكاتف حقيقي مع كل المؤسسات. عايز اقول كلمه ثانيه، قولي اتفضلي. بلاش نستصغر الجنيه، صدقوني الجنيه على جنيه فارق، بيعمل رقم فارق طبعا. انا في حاله مريضه سرطان طفله، انا بقول ان احنا اللي السرطان هيتفشى فينا بسبب لو ما خدناش بالنا ان في مشاعر نبيله كده. البنت دي كسرت حصلتها واتبرعت ب 75 جنيه يوسف. احنا كبار قوي ونقدر. والله اللي بتقوليه فعلا صح 100% حقيقي يعني. وفعلا انا ما بطلتش صياط يا يوسف من الفرحه، على فكره انا مش حزينه، انا عارف، انا فخوره. بشكر محمد يونس وبشكر كل فريقه اصحاب المبادره، وعفوا لو كنا اغفلناهم لان هم كانوا هم البدايه. بشكر دكتورة ناجية، وبشكر طبعا حسين وكل الولاد اللي زيه. بشكر الشباب الصغير، انت ما عندكش فكرة العمل العام ده مش الكبار اللي بيعملوه، الشباب كانوا الشرارة هم الولاد الصغيرين. صحيح الشباب صحيح، ده حقيقي 100%. هم اكثر فاعلية واكثر نشاطا بصراحة. ادعمهم يا يوسف، لان انا يعني انا قلبي وجعني جدا من موضوع رقية في ثلاث ايام. الله يكون في عون الاهالي.
فأنا ربنا ياخد بإيدها وياخد بإيدهم كلهم. يعني عارفة والله احنا اشتغلنا على القصة دي تقريبا بقالنا حوالي اكتر من سنة دلوقتي، وكانت الدكتورة ناجية موجودة معانا هنا مرة او مرتين كمان وبنتكلم ربنا على القصة. يكرمها. اقول لك على حاجه، قايمه بمجهود اتفضلي احقاقا للحق. قولي. ما كانتش عارفه تلاقي الاب والام، كلمتني قالت لي انا عارفه انهم عندك، دوري عليهم، لازم الصبح يكونوا في المستشفى عشان يتعمل للبنت التحاليل. فدورت عليهم بعد ما نزلوا من عندي وقدرت الاقيهم، والحمد لله يعني كلموها على طول وتواصلت لحد الساعه 2 الصبح والدكتوره ناجيه بتدور عليهم علشان يروحوا يعملوا التحاليل. انا كنت قاعده في بيتنا ومش عايزه اقول لك، وفريق شغال بالكامل، ربنا يكون معاهم ووفق عنهم يا رب. بشكر كل الشباب وفقوره وتاج على راسي، هم دول الابطال الحقيقيين. والله يا ابطال جدا 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 جدا. عايز اطمنك يعني الرئيس مهتم جدا بالمساله دي، ويمكن انا من متاكده فترة لانه انسان. الرئيس اصله كمان كان اطلق مبادره من كذا شهر السنه اللي فاتت في 2021 على مخصوص لتوفير الحقن بتاعه العلاج بتاعه هذا المرض، وحط ميزانيه مبدئيه ليها وما الى ذلك. وعشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله الدنيا هتمشي. رئاسه الجمهوريه والرئيس مشارك في الحمله على فكره من ماله الخاص. انا عمرها ما تبقى بعيده عليه بصراحه، عمرها ما تبقى بعيده عليه اكتر من كده يعني، عمرها ما تبقى بعيده عليه. ومحدش يشكك على فكره، انا هبعت لك دلوقتي الورق كله مختوم. ونشكك ليه؟ هي أول مرة. ما دلوقتي في حاجات بقت في أبواق، أنا متشكرة جدا. حملة محمد يونس وصلت لكل العالم العربي، كويس؟ زي ما في ولاد بيقدروا لازم هم كمان يردوا عن نفسهم وعن بلدهم. بقت في النهاردة حروب على الإنترنت غريبة الشكل، يعني تخيل يشككوا في الأب والأم امبارح هربوا بالفلوس، هم لا يملكوا الفلوس، الفلوس دي دخلت بنوك مصرية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية. أرجوكم يا جماعة ما تصدقوش كل ما يقال على الإنترنت. طبعًا. هو لسه في ناس قاعدة عمالة للأسف الشديد بتاخد اللي تلاقيه على فيسبوك ولا تويتر ولا مش عارف إيه، ويعتبروه باعتباره واقع وما فيش حد بيقدر. محمد يونس عندك عنده أفكار. محمد يونس نجيبه. ونفسك تجيب حسين وتجيب عمر فوزي ابني وتجيب يلا مجموعة بينا. العيال الصغيرة دول، هم دول الأمل، هم دول بكرة، هم دول مصر. يلا بينا والله احنا هنبقى يعني سعداء جدا 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 بالمسألة دي، ونجيب الشبان يكونوا موجودين قاعدين معنا النهاردة ونتكلم مع بعض في أفكارهم، ونشوف يا ترى هنقدر نزق الحملات اللي من النوع ده ازاي. أنا بشكرك جدا جدا جدا، فنانة رائعة على كل المستويات، نجمة كبيرة على كل المستويات، أبرزها المستوى الإنساني مش بس فيه على الصعيد الفني. وفاء عامر نورتنا وشرفتنا بالمكالمة وفرحتنا الحقيقة بالكلام اللي هي قالته لنا. كل اللي أقدر أقوله لكم إنه اطمنوا جدا على البلد دي، طول ما فيها شبان زي الفل وطول ما فيها رجل يحكم هذه البلاد بضمير وبمخافة ربنا سبحانه وتعالى. ولا تقلق على الإطلاق، اقلق بس من الناس اللي بتشيع الفتنة. انت عايز تعرف انا وريت لك الصور دي ليه؟ هي مش بس عشان اوري لك مصر زمان ونقول اصل مصر دلوقتي. سيبك من البكائية دي بالكامل، وانا راجل لا يحب المرثيات تحت اي ظرف من الظروف. دايما كلمتي اي حد عارفني يقول لك لا بكاء على اللبن المسكوب، سكب لبن ما. هي المساله في اصلها هنعالج ده ازاي جوه المجتمع، بس هنعالجه ازاي؟ المجتمع اللي كان يشوف الصور دي عاديه جدا هو نفس المجتمع اللي خد صوره من صور نيره عمل لها فوتوشوب وحاطط لها حجاب، قال ايه علشان كده يتقال ان البنت كويسه. هي البنت كويسه رحمه الله عليها، هي البنت كويسه بحجابها كويسه من غير حجابها كويسه، احنا مش محتاجين فوتوشوب علشان نتحدث عن انها فتاه فاضله خلوقه مهذبه محترمه في حالها الله يرحمها. هي الاخلاق مربوطه بمين مغطي شعره ومين مش مغطي شعره؟ يعني في الديانات ايا كانت الديانه سماويه او وضعيه، انت هتفرق ما بين الناس اذا كانوا محجبين ولا مش محجبات ولا مش محجبات؟ يعني لو الديانه ما فيهاش حجاب اصلا نقول ان كل اصحاب الديانه كده غير افاضل او غير فضليات؟ ده هو دي الفتنه في اصلها. الراجل اللي يتكلم في ده او الراجل اللي يتكلم في ده
ده بجد لازم يتحاكم زي ما الكتاب قال بتهم دولستة. إشاعة الفتنة وتهديد السلم العام ده ما يتعتقش. على كل، خلوني أروح بعد الفاصل نتكلم في فقرتنا على حصاد من الإنجازات السياسية الخارجية لمصر بسبب 30/6، تحليل لزيارة صاحب السمو أمير دولة قطر تميم بن حمد للقاهرة في ضيافة مصر وبدعوة كريمة من رئيس الجمهورية، ضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير حبيبي بالأهرام والمتخصص في الشؤون العربية الأستاذ العزب الطيب الطاهر، ينورنا في الاستوديو بعد الفاصل. أعادت ثورة 30 يونيو دبلوماسية إلى مدارتها الأصلية، تؤثر وتتعاون وتبحث عن المصالح المشتركة بعد فترة انتهت فيها البوصلة خلال حكم الجماعة الإرهابية واستنزفت أرصدتها الدولية، لكن اليوم مع عصر الجمهورية الجديدة التي بدأت مدت مصر أياديها إلى أصدقائها وأشقائها، فعادت رقما صعبا مؤثرا لا يغيب. يظل الأشقاء العرب هم دائرة مصر ومدارها الأول، تناصر القضايا المشتركة وتدعم أشقائها للنهضة وتدرأ معهم المخاطر، فكان تواجد المصرية المؤثرة في الأزمة الليبية مدافعة عن ثوابت السياسة الخارجية المصرية في وحدة التراب الليبي واستعادة دور مؤسسات الدولة ومحاربة الإرهاب، مستضيفة أطراف الأزمة ودفع العمليات السياسية بأكبر قدر من التوافق. وواصلت الجمهورية الجديدة أدوارها التاريخية في القضية الفلسطينية، حيث استضافت مؤتمر إعمار غزة وأطلقت المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وتقديم مساعدات قيمتها 500 مليون دولار للقطاع. وامتد التواجد الدبلوماسي المصري للأزمة السودانية، فشاركت مصر في المبادرة الدولية لتسوية ديون السودان، وشاركت في حفل التوقيع على اتفاق السلام التاريخي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالجبهة الثورية، والذي عقد في جوبا في شهر أكتوبر من عام 2020. فضلاً عن تقديم مصر لخدمات طبية لأكثر من 16 ألف حالة متضررة من السيول في سبتمبر من عام 2020، وللعلاقات المصرية الخليجية مكانة خاصة ممتدة في الجمهورية الجديدة، فعززت مصر الزيارات المتبادلة المتكررة مع الأشقاء الخليجيين، وشارك السيد رئيس الجمهورية في فعاليات متعددة منها القمة العربية الإسلامية الأمريكية في عام 2017 بالرياض، كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في قمة مجلس التعاون الخليجي 41. وساندت مصر لبنان في أزماتها الاقتصادية متفقة على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إليه. وفي الجمهورية الجديدة تعزز التعاون مع البلدان الإفريقية بشكل كبير، فواصلت القوافل الطبية تقديم مساعداتها لأكثر من 30 دولة إفريقية، وترأس الرئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول تغير المناخ لمدة عامين، وشارك الرئيس في عام 2019 في القمة الألمانية الإفريقية ببرلين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول مجموعة 20، واستضافت مصر فعاليات إفريقية متعددة. وفي عهد الجمهورية الجديدة انتعشت العلاقات المصرية الأوروبية وانعقدت أواصر التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص.
واستضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية في فبراير من عام 2019، والقمة الأولى من فعاليات آلية التعاون مع اليونان وقبرص في عام 2014، فضلاً عن اختيار القاهرة مقراً لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى في عام 2019. واتخذت العلاقات المصرية الروسية منحاً إيجابياً خاصاً، فعاد الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس من عام 2021 بعد توقف دام 6 سنوات، وكذا تدشين آلية الحوار الاستراتيجي 2+2 والتوقيع على اتفاق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا. وتستمر العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي تعبر نحو مئويتها الثانية وثيقة وتعبر عن المصالح المشتركة، فتتعدد الاتصالات بين الإدارتين، ويتعزز التعاون في ملفات عدة منها قضايا مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار الشرق الأوسط وسلامه. أهلا بحضراتكم مرة تانية. وما بين حصاد لإنجازات السياسة الخارجية المصرية وتحليل لزيارة أمير دولة قطر الشقيقة للقاهرة، يسعدنا جدا ويشرفنا جدا يكون موجود معانا داخل الاستوديو كاتبنا الصحفي الكبير والمتخصص في الشؤون العربية الأستاذ العزب الطيب الطاهر. منورنا فل. وأنا سعيد بوجودي معك رغم أن مدى فترة طويلة لم نلتقي. للأسف الشديد والله. لا يعني عن تقصير مني ده مما لا شك فيه. أستاذ عزب، نبدأ الأول بحصاد لسياستنا الخارجية من 30/6/2013 وحتى هذه اللحظة، أبرز المحطات اللي حضرتك تشوفها كانت إيه؟ يعني المسألة تحتاج إلى تفصيل ومجلدات ومتسع من الوقت، لكن هناك ملامح رئيسية في التحول في السياسة الخارجية المصرية. تحولت من خندق إلى خندق إن صح التعبير، من حالة إلى حالة. حالة التبعية التي كادت تكون كاملة للغرب ولأمريكا إلى حالة التنوع في العلاقات، وفي الوقت نفسه المحافظة على العلاقات مع الغرب ومع أمريكا. يعني بدأنا نفتح مسارات جديدة في العلاقات الدولية في القوى الكبرى، جددنا علاقاتنا بروسيا، جددنا علاقاتنا بالصين، بأطراف مهمة في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، حتى كانت لها بعض المواقف المتحفظة مثل ألمانيا وبريطانيا تجاه ما جرى في أساسي من يونيو، لكن تم وفق المنهجية المتأنية وفق ما تم على الأرض من تحولات اقتناع هذه الدول بأن ما جرى هو تغيير سياسي لصالح الشعب المصري وصالح الدولة المصرية. ومن ثم هذا التحول المهم في السياسة الخارجية الذي قام على مبدأ التنوع وعلى مبدأ الاستقلالية في القرار الوطني وعدم رهن قرارك الوطني بأي مواقف دولية وإقليمية. في الزمن القديم خلال يعني قبل يناير ويونيو تحديدا كانت علاقاتنا بالغرب تكاد تكون يعني وصفت بعض الأحيان أننا نحن كنز استراتيجي لإسرائيل وللغرب يعني كل قراراتنا تقريبا وسياساتنا الخارجية مرتبطة بالتوجهات الأمريكية في المنطقة. مصر الآن تحولت من هذه الحالة التبعية الكاملة إلى حالة الاستقرار الوطني، التوازن في العلاقات، البحث عن، وهذا هو النقطة المهمة أيضا، البحث عما يحقق مصالح المصرية في التنمية والاقتصاد والاستثمار، بمعنى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والدبلوماسية المصرية تطبق ما يسمى في الأدبات السياسية دبلوماسية التنمية، أي أن توظف كل علاقاتنا بالخارج لمصلحة التنمية في مصر. وأعتقد أو لا أعتقد، ولكن هناك قناعة بأن ما جرى من زيارات من قبل القيادة المصرية لأطراف كثيرة في العالم، يعني من أمريكا إلى الصين إلى إيطاليا إلى أوروبا إلى روسيا إلى غيرها من الأطراف المهمة، كلها توظف في باتجاه تحسين الحالة الاقتصادية المصرية، استقطاب الاستثمارات الأجنبية وأيضا العربية طبعا ده سنتكلم عنه فيما بعد، ثم فتح المجال أمام المزيد من فرص العمل نتيجة
التنوع في هذه العلاقات والاستفادة من خبرات الدول. رأينا الآن مشروعات كبرى تساهم فيها دول مثل روسيا والصين وحتى أمريكا وأوروبا وفرنسا كل هذه، وبالتالي هذا التحول مهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية طيب. المصرية الدوائر الحيوية المصرية لو تم وصف بعضها بأنها الدوائر الكلاسيكية المعتادة دي، تم تعميق الأثر المصري فيها، لكن كمان أصبح في عندنا دوائر جديدة أصبحت جزء من الاهتمام الرئيسي للدولة. يعني أنا أظن، وصححني لو أنا غلطان، منطقة شرق المتوسط لم تكن في بالنا فيما سبق، إلى أن أتى الرئيس وبدأ يشتغل على منطقة شرق المتوسط ثم منتدى شرق المتوسط، فأصبح لدي دائرة حيوية سياسية وأصبح لدي رافد اقتصادي عظيم. هذا هو ما أشرت إليه من قبل بدبلوماسية التنمية، بمعنى أن كما أشرت أنت اكتشفنا أن هناك منطقة جديدة ينبغي أو يتعين التعامل معها بفاعلية ونجاعة، وأقمنا بالفعل آلية التعاون الثلاثي مع كل من اليونان وقبرص، وهي ناجحة، أسفرت على عن تغيير الحدود الإقليمية في المياه وثم الحصول على ثروة الغاز، والآن نحن ننتج كميات كبيرة من حقل زهر في هذه المناطق، والذي استطاع أن يحول مصر من دولة يعني أقل إنتاجها إلى دولة يفيض إنتاجها من الغاز وتصدره للخارج الآن. نحن نصدر للخارج صحيح. وقبل أيام تم التوقيع على اتفاقية مع سوريا لبنان لتصدير الغاز المصري للبنان لإنقاذ لبنان من مشكلة نقص الكهرباء، وهذا جانب مهم. الجانب الآخر أيضا في هذا السياق هو التوجه نحو فتح مسارات جديدة في العلاقات الخارجية، بمعنى ان نحن لجأنا او مش يعني بدأنا نعتمد على روسيا وعلى الصين كقوتين مهمتين في الاستراتيجية المصرية الخارجية. هذا احدث توازنا في علاقات مصر الخارجية مع الحالة الأمريكية، وفي الوقت نفسه حافظنا على التوازن ايضا مع الإدارة الأمريكية او مع واشنطن. وكلما يأتي مسؤول أمريكي، يعني كان يخرم هنا رئيس القيادة قائد القيادة المركزية لأمريكا، جاء إلى مصر وتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي معه بوضوح عن أن استمرارية العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع أمريكا. في الوقت نفسه أقمنا شراكة استراتيجية مع روسيا ومع الصين. نحن الآن والصراع الآن في العالم يدور مع هذه الأطراف الثلاثة الكبرى، وبالتالي نحن علاقتنا مع الجميع متميزة، لا نخسر طرفا خصما من طرف آخر، ونعمق تعاوننا الاستراتيجي والاقتصادي والعسكري. طبعا استتبع هذا التنوع في العلاقات تنوع في مصادر التسليح. الآن لدينا منظومة تسليح حديثة ومتطورة، إلى جانب التسليح الغربي أو الأمريكي تحديدا لدينا منظومات روسية وصينية وفرنسية وألمانية، غواصات ألمانية وطائرات رافال الفرنسية ومنظومات دفاع جوي وطائرات من روسيا. إذن نحن الآن يعني التحول كان شاملا في حقيقة الأمر فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو المستوى الاستراتيجي. هذا يحسب لثورة 30 يونيو ولقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه السنوات، وهو منظور يعني يؤكد أو يتسق مع محورية الدور المصري. مصر على مدى تاريخها لم تكن دولة تابعة، كانت دولة مؤثرة. وفرق بين التابع والمؤثر طبعا. لكن احنا في نتيجة الأربع عقود الماضية تحولنا إلى دولة يعني دولة يعني أقول تابعة أو أقل تأثيرا في الإقليم وفي العالم، لكن الآن بدأنا نستعيد، وأنا أظن أن احنا بدأنا ولم نستعد بالشكل الكامل، لأن الخطوات التي بدأناها الآن في نحو استعادة هذا الدور الإقليمي أو المحور لمصر يبدأ بتحقيق الانطلاقة الاقتصادية القوية في الداخل، وهو ما تمضي فيه الحكومة والدولة المصرية. هناك الآن شبكة مشروعات متنوعة في كل القطاعات لتنهض بالاقتصاد المصري، تجعله واحدا من أهم الاقتصادات البازغة. الاستفادة من القدرات الذاتية، حققنا اكتفاء ذاتي في بعض السلع الرئيسية مثل السكر والأرز، ونتجه ربما مع السنوات القادمة واستفادة من تجربة حرب أوكرانيا إلى تحقيق درجة أكبر من اكتفاء ذاتي في إنتاج القمح، وهي نقطة جوهرية في هذه المرحلة. يجب أن نسعى ليس بمفردنا كمصر فقط، ولكن في إطار المنظومة العربية. الآن هناك
قناعة عربية بأهمية التحول إلى بناء استراتيجية عربية للأمن الغذائي. وكما ذكر أحمد أبو الغيط الأمين العام للجمعية العربية قبل أيام أن هناك يجري الإعداد لهذه الاستراتيجية. واتفق مع رئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته الأسبوع الماضي للجزائر في إطار الإعداد للقمة العربية التي سوف تعقد في مطلع نوفمبر المقبل على أن يكون بند الأمن الغذائي العربي واحدة من أهم البنود المطروحة على القمة. ومن ضمن المقترحات في السياق أن يعقد اجتماع خاص للقادة تشاوري مغلق قبل التئام الجلسات الرسمية للقمة لمناقشة موضوع الأمن الغذائي العربي، لأن بالفعل انكسفت الدول العربية فيما يتعلق بحصولها على السلع الاستراتيجية مثل القمح وغيرها من الحبوب، والأسف كانت معظم هذه السلع تأتي من أوكرانيا ومن روسيا. ولدينا الإمكانات، لدينا الأراضي، ولدينا الخبرات، ولدينا المال كعرب. وعندما نوظف الميزات النسبية لدينا كعرب، الدول العربية تمتلك المال، والدول العربية تمتلك الخبرات، والدول العربية تمتلك الأرض، والدول العربية تمتلك التكنولوجيا، يمكن توظيف كل هذه المقومات لإنضاج استراتيجية عربية شاملة وموسعة للأمن الغذائي. حتى لأن أهمية هذه المنظومة ليست فقط في أن نحصل على احتياجاتنا من الغذاء، ولكن أنها توفر بيئة لاستقلالية القرار الوطني. عندما يكون غذاؤك مرهونا، هذه حقيقة بديهية يعرفها الجميع، ولست أنا ولست أنت، يكون غذاؤك مرهونا بقوة خارجية، فبالتأكيد يؤثر على قرارك الوطني، وهو ما حصل خلال 40 سنة الماضية، ليس في مصر فقط لكن في معظم الدول العربية، وربما أطراف كثيرة في دول العالم تعتمد على الخارج في الحصول على السلع الاستراتيجية. طب أصبح من الواضح جليا يمكن خلال 8 سنين اللي فاتوا دول أنه مصر استطاعت تعميق قدراتها السياسية في الملفات اللي حواليها في المنطقة لأجل استقرار سياسي في المنطقة بالكامل. على سبيل المثال احنا شفنا الدور المصري من الرئيس بشكل واضح ومباشر، زائد الأجهزة السيادية وهم بيشتغلوا على الملف الفلسطيني وصولا إلى استقرار نسبي لا يستطيع أحد إنكاره، لدرجة أنه حتى جو بايدن في بداية تولي، وهو كان قبل التولي وفي بداية التولي، يتخذ موقفا سلبيا تجاه مصر، ولكن أثنى على الدور المصري في الملف الفلسطيني أكثر من 3 مرات. نفس القصة فيما يتعلق بالملف الليبي اللي كان من الممكن أن يؤدي إلى كوارث في المنطقة بالكامل لولا الدور اللي لعبته مصر لخلق استقرار سياسي قدر الإمكان واستقرار أمني قدر الإمكان في الداخل الليبي. بتشوف إلى أي مدى هذه الأدوار محورية لأجل خلق استقرار عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب المتوسط؟ أتفق معك تماما في هذا الطرح، وذلك مرتبط بأن مصر دولة دور ودولة مركز، ولها تأثيرها ليس في هذه المرحلة فقط لكن على مدى التاريخ، وتجسد ذلك بشكل واضح وقوي في الحقبة الناصرية إن صح التعبير، أيام زعيم الرايح الجماعة عبد الناصر، ثم حدث تراجع في هذا الدور بعد السادات ثم مبارك، والآن مع القيادة الجديدة المتمثلة في رئيس عبد الفتاح السيسي حدث استعادة للوعي بأهمية هذا الدور. ومن ثم مصر تتحرك في الإقليم لمحاولة إجهاض أو وأد الأزمات الملتهبة فيه، من منطلق أن استمرار هذه الأزمات يؤثر على الوضع داخل مصر. أنت أشرت إلى فلسطين وإلى ليبيا، كلاهما يتمسان مع الحدود المصرية طبعا. الحدود الشرقية والحدود الغربية، وأي اضطراب للأوضاع على الحدود المصرية سواء تحديدا في الشرق أو الغرب يؤثر بالضرورة على الوضع داخل مصر. ومن هنا يتحرك الجانب المصري باتجاه فرض معادلة الاستقرار وفق القدرات المصرية، وفق الاتصالات المصرية، وفق القناعات أيضا الإقليم، لأن الإقليم أحيانا وذلك ما لمسناه خلال السنوات الأخيرة يعني تعارض مع توجهات مصر بالذات فيما يتعلق بليبيا، وأيضا في حتى في فلسطين كان هناك تناقض في المواقف العربية، وفي ليبيا أثر نوعا ما على تصاعد هذه الأزمات، أصبحت أكثر يعني أطراف عربية كانت تتدخل في ليبيا وأطراف عربية تتدخل في فلسطين خصما من الدور المصري. الدور المصري يتجه نحو لملمة الأوضاع المتناثرة، ولكن هذه الأطراف تسعى إلى تعميق هذه الأوضاع
لكن مصر بما تمتلكه من قدرات وخبرات وأيضا أجهزة محترفة في التعامل مع هذه الملفات، أجهزة الأمن القومي بالتحديد، استطاعوا مع الدبلوماسية المصرية أيضا، وزارة الخارجية وهي أهم مدرسة دبلوماسية وطنية في العالم العربي. صحيح. واحتفلنا قبل أيام بمرور 100 عام على على انطلاقها، وبالتالي كل هذه المعطيات أسهمت في أن تكون مصر لاعبا رئيسيا في استقرار هذه البلدان، وسيستمر هذا الدور خلال المرحلة المقبلة بإذن الله. بإذن الله أستاذ عزب، الواحد بيبقى فرحان وسعيد ومتشرف بوجودك، ودايما الوقت بيقاتلنا مش عارف ليه يعني، لكن نورتنا وشرفتنا وكما جرت العادة بكل تركيز وضحت لنا مجموعة من أبرز النقاط في محطات الخارجية أو العمل في الملفات الخارجية المصرية من 30/6/2013 وحتى هذه اللحظة، ولازم هنتقابل تاني وثالث ورابع خلال الفترة اللي جاية من هنا لحد يوم 30/6 وما بعدها. أظننا محتاجين إلقاء المزيد من الضوء على المزيد من المحطات والملفات والدوائر الحيوية اللي اشتغلت عليها مصر بمنتهى القوة. كل الشكر لحضرتك، نورتنا وشرفتنا كاتبنا الكبير الأستاذ العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام وأحد أبرز المتخصصين في الشؤون العربية. هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل ونشوف 30/6 إزاي قدرت إنها تنهي مستقبل جماعة الإخوان، في فرق ما بينه هل انتهى الإخوان ولا ما انتهوش، وهل الإخوان ليهم مستقبل ولا ما لهمش. بعض الأحداث الجسيمة قد توصف بأنها إلقاء مياه في الحجر الراكد، أما هناك أحداث أكبر جسامة أكبر ضخامة زي ثورة 30/6 كده تقدر تسميها بأنها مدفعية تقيلة دكت الإخوان المسلمين. استنونا بعد الفاصل مع الأستاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، حالا بالا هيكون موجود معنا. أنا ببقى من الناس اللي فرحانة جدا كلما ألتقي بالأستاذ ماهر فرغالي، ببقى مبسوط، أنا بحبه على المستوى الشخصي وبحب تحليله على المستوى المهني. خبرنا في شؤون الجماعات المتطرفة منورنا. نورك يا صديق العزيز. إزاي يا حبيبي؟ سعيد أكتر. والله العظيم ببقى مبسوط جدا حقيقي يعني من قلبي. دلوقتي أنا كنت بتكلم في قبل الفصل على طول، قبل ما نبدأ فقرتنا، في إنه في فرق ما بين انتهوا الإخوان خالص أو أنه مستقبلهم انتهى. 30/6 إلى أي مدى استطاعت أن تنهي أو تدمر أو تقطع سبل الاتصال ما بين الإخوان ومستقبلهم؟ سؤال حلو جدا 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 غاية في الأهمية، بس وأنا جاي في الطريق يعني في سؤالين كده جولي في دماغي. سؤال ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟ يا دهوتي. أنا بشكل شخصي عارف أنه كنت هبقى مشنوق على عمود نور في الشارع، ممكن على كوبري قصر النيل، يعني حاجة كده. السؤال ده ليه إجابات متنوعة مع كل فرد، مع المجتمع، مع الوطن، مع البلد، كل حاجة لها إجابة. خلي بالك دي السؤال المهم. طيب ليه الإخوان صعدوا على كرسي الحكم في مصر؟ ده سؤال مهم جدا. عارف أنا فكرت في الإجابة ورجعت لورا شوية، افتكرت مؤتمر هرتسيليا، مؤتمر هرتسيليا اللي بيتعامل كل سنة في إسرائيل لمدينة في إسرائيل، بيعملوه النخبة الإسرائيلية الكبيرة جدا، وجم في عام 2009 قالوا حاجة خطيرة جدا في المؤتمر ده، احنا عشان نحل المشكلة دي بتاعتنا مع العرب نعلن يهودية الدولة، ننقل الفلسطينيين، نشوف لهم وطن بديل وننقلهم فيه. طب مين هيحل المشكلة دي؟ قادر على بتر المسألة دي ويضحي بحتة الأرض دي؟ الإسلامويين. الإسلامويين هم دول القادرين، وعندهم تجربة في جنوب السودان واضحة، عندهم هم الإسلام بيجي يحطها ويقول لك قال الله قال الرسول. هو لما تسمح بوجود دول دينية أو كيانات سياسية دينية تحكم المنطقة، يبقى في هذه الحالة تسمح له هو كمان يعمل كيان ديني يحكم. كويس جدا، يبقى هو بقى لازم يوصلوا للحكم، يبقى لازم يوصلوا للسلطة في أي دولة عربية وخاصة مصر. ومن هنا جاء الدعم الأمريكي الكبير والإنجليزي الكبير جدا لوصول الإخوان لكرسي الحكم في مصر. وخلي بالك بعد عام 2011 تحديدا، بعد الموقعة اللي قالوا عليها موقعة الجمل، أطلق عليها إعلاميا كده،
قالوا الإخوان عملوا حاجة ونشرت بالمناسبة، عملوا حاجة اسمها مشروع النهضة ووضوح الرؤية. مشروع النهضة ووضوح الرؤية، احنا خدنا كلمة النهضة وبدأت الناس بقى ايه تتكلم على النهضة ومش عارفوا دي ليهم مشروع اقتصاد، وما كانش ليهم لا اقتصاد ولا زفت ولا اي حاجة، ده كلام فاضي. لكن عارف المشروع ده كان ايه؟ كله مشروع الإخوان راحها فين بعد ما حصل في مصر في 25 يناير. فقالوا بالنص في هذا المشروع، قالوا حاجة خطيرة جدا، قال لك إن الشعب المصري ليس كله معنا ولا نستطيع أن نسيطر على هذا الشعب أبدا إلا بالوصول إلى كرسي الحكم. طيب أنا عند النقطة دي هستأذنك أطلع على الفاصل قد كده وارجع لك على المسألة دي، إلا عند الوصول للحكم أو الاستيلاء عليه بأي شكل من الأشكال. هنشوف بقى إيه اللي حصل. فاصل وكمل الكلام مع ضيفنا العزيز الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة. استنونا. خلونا نجدد الترحيب بحضراتكم وبضيفنا العزيز الأستاذ ماهر فرغلي الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة. توقفنا عن أنه أو عند أنه الإخوان قالوا لن يتحقق لنا الأمر إلا بالاستيلاء. لا بس أنت قلت كلام في الفاصل خطير لازم تقوله. كنا بنتكلم في الفاصل أنه الأزمة موجودة مش بس عند الصهيونية اليهودية، الأزمة كانت سابقة على ذلك بكتير جدا بحوالي 25 سنة مع أولى المستوطنات على الأرض المحتلة، وكانوا مجموعة من الأمريكان إنجليين بالتحديد، وهنا علشان ما يختلطش الموضوع الإنجليين المصريين والشرقيين حاجة تانية خالص، لكن دول اللي بيسموا نفسهم أحباء صهيون وعملوا أول مستوطناتهم هناك وجم على مركبة هفتكر لك اسمها بس كان فيها يافطة. لا انت قلت كلام على الدولة الدينية. ما انا اقول لك جم الناس دي عملت كده علشان خاطر يوصلوا الى دولة دينية قائمة على معركة كبرى وما الى ذلك. طيب اللي احنا كنا بنتكلم فيه في مسألة المؤتمر بتاع هتساليا، هو عاوز ايه؟ هو عاوز دولة يهودية تقر في المنطقة. حلو. ومن ثم لازم يسمح بوجود جماعات دينية تحكم المنطقة. تمام. حلو. حصلت ثورة خمينية في إيران ولكن ناصبت الكيان الصهيوني عداء، فبالنسبة له مش هي دي المثال. وتركيا. وبعدين جت جماعات متشددة حكمت تركيا ولكن لا تقر باعتبار نفسها جماعات إسلامية متشددة بتحكم، بيقول لك احنا مجموعة من المحافظين، ده طول الوقت اللي جاء الكلام صحيح. بتاعهم. لكن لو جماعة الإخوان المسلمين نصاً بأسماء كده جماعة الإخوان المسلمين حكمت، أصبح في عندك في مصر دولة دينية وفي تونس دولة دينية، يبقى مفيش ولو عمل كده في ليبيا بخير وبركة، في السودان كان عندهم عمر البشير إلى آخره. في الحالة دي تقدرش تستنكر دول عليه. دينية إسلامية خلاص. إحنا كمان ليه لا دولة دينية كمان. ده اللي حاصل بالظبط وده اللي حبيت أن أنا أذكره في بداية كلامي. ومن هنا وصلت جماعة الإخوان للسلطة في مصر، وكان ما كان، وكان العامل الأسود الكئيب اللي حكموا فيه الإخوان مصر واتضح أن هم بيحكموا الدولة بعقلية الجماعة وبعقلية التنظيم، وكان الرئيس سوري الموجود، وكان مكتب الإرشاد بيدير كل شيء. فشل حكم الإخوان فشل ذريع جدا، ودخلت الإخوان في مرحلة اللي أنا بسميها مرحلة الشتات، مرحلة عدم وضوح يعني خلل في الرؤية بشكل كبير جدا. هم فهموا غلط، فهموا ان الشعب المصري ده لن يقاوم هذا الإرهاب، فهموا ان الجيش المصري ده لن يكافح هذا التطرف والإرهاب، فهموا انه ممكن ينتصروا بسهولة ويستغلوا العامل الديني. ما استوعبوش تجارب من سبقهم، ما استوعبوش تجربة ان مصر طول عمرها يعني موضوع الطائفية ده مش بينفع فيها، موضوع العمليات الإرهابية برضو مش بيضعفها، لها أمن قوي وجيش قوي في ذات الوقت. ومن ثم هم دخلوا في أزمة خانقة لهم ولتنظيمهم، وتعرضوا لهزيمة منكرة ضخمة جدا داخل مصر. 30 يونيو وتحديدا بعد 3/7 جماعة الإخوان المسلمين دخلت في الشرنقة، حشرت في الزاوية خلاص. يعني حشرت في الزاوية المصرية اللي هي
هدمت كل المشروع الإخواني مش في مصر بس. يعني تعال نشوف النهاردة الإخوان المسلمين في الأردن ثلاثة جماعات، الإخوان المسلمين في تونس جماعتين، الإخوان المسلمين وقضية الاستوزار في المغرب العثماني وبن كيران أزمة كبيرة جدا، الإخوان المسلمين في السودان أزمة كبيرة جدا. بص في كل مكان أصبحت الإخوان، حتى الإخوان المسلمين اللي هم موجودين في أوروبا بيعملوا بآليات على وجهات زي ما احنا اتكلمنا قبل كده غير إخوانية لا ترفع شارة الإخوان، ولكن هم في ذات الوقت بيعلنوا دائما ان هم مش تابعين للجماعة، مش تابعين، فهم أيضا يمروا بأزمة كبيرة جدا، خاصة ان دول كثيرة جدا أعلنت إرهابية هذا التنظيم. فالإخوان المسلمين فقدت البوصلة تماما وأصبحت هناك اتجاهات مختلفة حول عدة أزمات. الأزمة الأولى أزمة اللائحة، اللائحة الإخوانية، هل اللائحة اللي عملها حسن البنا دي يعني من حقها تستمر طوال هذه السنوات ونسير على هذا القانون اللي وضعه حسن البنا داخل الجماعة بشكل مكتب الإرشاد وبهذا الشكل ده أثبت فشله، والشباب في الغالب طرحوا هذه المسألة. طيب اتنين أزمة الشرعية، شرعية التنظيم، شرعية وجود التنظيم دلوقت، هل دائما أنا اللي معايا الشرعية كمجموعة مثلا زي مجموعة محمود حسين، ولا إبراهيم منير هو اللي معاه الشرعية، ولا مجموعة رضا فهمي معاها الشرعية، كل منهم يدعي أن له الشرعية في قيادة وحكم هذه الجماعة. الأزمة الثالثة أزمة من حقه السيطرة على الأموال، أموال التنظيم، ودي أموال مش سهلة، أموال مليارات مش سهلة واستثمارات ضخمة جدا. تخيل بس انت معايا لما اقول لك مثلا مثل شركه واحده اللي عملها حسن مالك بعد وصول بعد وصول محمد مرسي قاعد على الكرسي الحكم 12 يوم اسس شركه اسمها بنيان، شركه بنيان هو وابنه حذيفه وابنه الثاني، وعملوا الشركه مع بعض راس مالها بس 100 مليون دولار. تخيل، فانت بتتكلم على شركه واحده، وهم خلي بالك هم كانوا عاوزين يأخونوا ويسيطروا لمده 500 سنه، يقعدوا 500 سنة هنا على قلبنا 500 سنة. فهو هنا أنت بتتكلم على مشاريع واستثمارات ضخمة، فهو من يحوز هذه الأموال؟ من من حق هذه الأموال؟ طيب من من حق إدارة المنافذ الإعلامية؟ من من حق إدارة إعلام الإخوان بهذا الشكل وهذه الشبكة الإعلامية العنكبوتية دي بكل أموالها وكل تمويلاتها وكل وضعها؟ فدخلت الجماعة في هذا النفق، وطبعا أنت ما تقدرش تبعد ده بعيد عن الفواعل البشرية، إن هناك بشر بيمروا بتقلبات وتحولات وكل واحد فيهم ليه أهداف وغايات في بيحطها لنفسه، فهذه الفواعل البشرية بتخليه يختلف مع الآخر. اتنين هو هنا مش الطبيعة البشرية بس، لا طبيعة التدخلات الخارجية والارتباطات الخارجية داخل الجماعة وداخل التنظيم. الجماعة لها ارتباطات كبيرة جدا، وكل فئة من هذه الفئات لها ارتباط بجهة، وكل جهة تريد أن توظف الجماعة. وكانت مصر في هذه الفترة وحتى الآن بالمناسبة مستهدفة بشكل كبير جدا. لازم نستهدف هذه الدولة الكبيرة، لازم نستهدف هذا الجيش الكبير ونضعفه، لازم نحاول أن نحاصر هذه الدولة حتى في مجالها الحيوي وما يحيط بها. فأنت النهاردة طب ما هي الجماعة اللي هي تستطيع اختراق الدولة وتحاول ان هي وممكن احنا نستغلها باسم الدين ونمولها؟ هي جماعة الإخوان المسلمين. ومن ثم هذه الارتباطات كانت بتخلي بوصلة الجماعة دايما تروح يمين وتروح شمال، لأنها جماعة وظيفية، جماعة تستغل. وظيفية. الارتباط الخطير، ارتباط الإخوان خاصة بعد عام 2011 وطوال الوقت بينفوا علاقتهم بالطيارات المسلحة اللي هي يعني اللي هي بيسموها إعلاميا الطيارات الجهادية، زي تنظيم الجهاد وزي داعش والقاعدة وغيره. هذه التنظيمات الإخوان طوال الوقت كانت، أنا فاكر المقال لأحمد القيادي في الإخوان في أحمد الملط كان عامل بيقول لك إن هو يا سيادة الرئيس بيناشد الرئيس حسني مبارك إن هو يدفع ويعطيه المساحة، يعطي الإخوان مساحة للقضاء على الإرهاب في التسعينات. يعني وطوال الوقت هو بيروخ خطاب ان انت اديني فرصة انا اللي هستطيع اقضي
على هذا الارهاب. اسمح لي اطلع السلاح. اسمح لي اطلع. اسمح لي اطلع اللي في المخازن. طبعا. فاسمح لي واديني فرصه. اديني الشرعيه ان انا انتشر واتوغل. ومن ثم هو كان ده خطابه طوال الوقت. لما جينا بعد كده بعد 2011 شفنا تحول في هذا الخطاب، خلاص بقى أصبح أنه عاوز يتحالف، لديه قدرة ولديه رغبة على التحالف مع هذه الجامعات. شفنا جمعة قندهار الشريعة وشفنا المنصات اللي هي كانت في رابعة، وشفنا كل التنظيمات في النهضة وغيره. يعني أنا فاكر أنا كنت بنزل، كان في جملة شهيرة بصوت وصورة بتاعت محمد البلتاجي، هو بيقول إن أرادوا أن تتوقف ما يحدث في سيناء فعليهم الإفراج الفوري عن محمد مرسي. طبعا. طب ده معناه أن أنت في إيدك المحبس. طبعا طبعا. وبعدين أنا والله أنا فاكر كويس جدا، جيت أنا كنت بعمل تحقيق صحفي للجريدة في الوقت ده اللي كنت شغال فيها، نزلت ميدان التحرير، وبعدين أنا شفت خيم كانوا هم بينصبوا خيام الجماعات دي الإرهابية دي بنصب خيام، بيت المقدس وطلاب الشريعة وحازمون ومش عارف مين والكلام ده كله، وبعدين مشغلين ميكروفون ضخم جدا. وبعدين أنا وصفت الكلام ده في التحقيق الصحفي منشور على النت، وبيغنوا سوري 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 ومش عارف ايه الكلام ده. ففي واحد عجوز ماشي فقال البلد خلاص، البلد يعوض ربنا، البلد كده خربت. لا حول ولا قوه الا بالله. الراجل زعلان وقرب يبكي، راجل عجوز، قلت له ولا خربت ولا حاجه، دول بص دول شويه غساء لا تغرنك هذه الهتافات، هيسقطوا قريبا، واخد بالك؟ بص هو ومرت الاعوام وبالفعل سقطوا. كان هنا الاخوان حاضره في كل، استاذ يوسف حاضره مع كل هذه الخيام وكل هذه التنظيمات موجودة. أنا رحت نزلت رحت بقول لهم أنتوا جماعة إيه؟ إحنا طلاب الشريعة. أنا كان صراحة كان لأول مرة أسمع عن جماعة طلاب الشريعة دي. يعني ما 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 ما, ما شفتش يعني قبل كده في كل اللي قرأته جماعة اسمها طلاب الشريعة. واخد بالك؟ وبعدين فقعد يحكي لي ففهمت ما هي طلاب الشريعة. يجوز من السلفية القاهرية الموجودة. سلفية القاهرة إحنا عارفين إن إحنا سلفية القاهرة مختلفة عن سلفية اسكندرية. وتأثيرات رفاعي سرور فيها كبيرة جدا. هنا وقعد يحكي لي على جماعة طلاب الشريعة، فأدركت إن البلد في خطر عظيم جدا، في مشكلة جاية، في مشكلة إرهاب، في مشكلة سلاح. الإخوان هنا كانت حاضرة واستخدمت ذلك تماما بعد السقوط، بعد ثورة 30 يونيو. فوجدنا كل هذه الحركات حسم ده مش كده، ما كانش حسم ساعتها أعلنوا عنها. أنا كنت أول مرة برضو أشوف وأسمع برضو كان في ميدان التحرير جماعة وادي النيل الجهادية. جماعة يعني هيسرشوا كل الناس هتلاقي الكلام ده، جماعة وادي النيل الجهادية مش عارف أبو مين الحزام ومحمد الحزام قيدها، وجماعة طلاب الشريعة وحازمون وحركة تطبيق الشريعة وكل الجماعات دي فوجئنا بها أن عاملة التنظيمات بعد سقوط الإخوان. وبعدين على 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 الطريق الموازي الإخوان بتعمل لك جماعات تانية بقى، إيه جماعات تانية كده ليها استخدامات تانية. وجماعات في المنتصف، حازمون دي يعني ماسكة العصام النص كده، جماعة تهدد وجماعة تحرق عواميد النور والكهرباء وتروح عند مدينة الانتاج وتعمل لك شوية حاجات كده، وانت شفت طبعا بنفسك طبعا ونزلت بنفسك الكلام ده، وجماعة تشيل سلاح بشكل مباشر، وجماعات تعمل لك عملية اللي بيسموها سياسة الفيل والبرغوت، اللي هي الإيلام البسيط ده، اللي هي ضربات صغيرة، دي جماعة الإخوان في مجملها موجع. هم دي جماعة الإخوان، هي استغلت في البدايات بعد 2013 السياسة دي أنها تعمل يقول لك إيه مش عارف العقاب الثوري، جماعة المقاومة الشعبية، اللي مش عارف مولوتوف، الحاجات اللي هي دي. وحازمون شغالة، وحازمون دي بتورد، دي مخزن. أوه. دي مخزن ضخم. الدرس بتاع حازم صلاح ابو اسماعيل في جامع اسد ابن الفرات ده كان المركز الرئيسي لتجنيد والتقاط العيال يطلعوا بيهم على سوريا. انا رحت لاحمد عشوش بعمل معاه حوار في وبعدين بساله بيقول لي من يعطينا الدعم هو حازم ابو اسماعيل. وش على طول. تتعدد اللقاءات كما جرت العاده، وانا ما فيش ولا مره خيبت كلامي، كل طبعًا. مره بنتقابل. بالمناسبه انا ببقى فعلا مبسوط ومستفيد جدا من الكلام. حقيقي انا عايز اشكرك جدا 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 استاذ ماهر فرغالي الخبير في شؤون الجامعات المتطرفه. بالمناسبه استاذ عمرو اديب صديقي
كان طرح سؤال امبارح بيتكلم فيه على من يمول ومن يدفع البقية الباقية، إما من الأخوان أو اللي بيسير حواليهم وعلى نهجهم ويشتري بيوت في لندن ومش عارف فين وحاجات زي كده، وقال لو جاوبت على السؤال مين اللي بيدفع بالطريقة الشهيرة بتاعت أستاذ عمرو، أنا أجاوب أنا أستاذ عمرو، بنك التقوى، يوسف ندى، ابحث عن يوسف ندى، ابحث عن روافد الأموال وممكن أقولك بتتحرك من فين. بنك التقوى، يوسف ندى، حركة رأس المال بتمشي ازاي؟ عند اخوك الصغير. سلامات.